제가 다 써봐요. 얘는 덕수 주는데 تمام بالنسبه لك دلوقتي حد يعرف ايه اللي بيرجع الدم يعني الدم ازاي بيرجع من رجليا من صابع رجلي لحد القلب بيرجع ازاي مش ماشي عكس الجرافيتي هقول انا عشان مش نلخبط بعض اول حاجه تمام المسل تون المسل تون العضله نفسها المسل تون دي بتشتغل طبعا هذا في السيولوجي ولا ايه الصراحه بس لازم تبقى عارفه عشان خاطر هو مش هينفع اقول لك بينزل ترني او يحصل كونجيشن ازاي والدم يتحبس من هنا لو انا قفلت ده من غير ما تبقى عارف الدم بيروح ازاي. غير كده كمان تاني حاجه الفالف الصمامات الصمام بينظم اتجاه الدم في ايه او ينظم يعني ايه عرض الدم في اتجاه واحد تمام. فده تاني حاجه تمام. دول حاجتين هم الاساسيين المسل بامب دول عايزك تعرف المسل بامب والايه والفالف. طبعا الوول بتاع الفين يبقى كويس مش فيه يعني ايه اي انجري ولا في حاجه الوول بتاعه نفسه مفيش ثرومبس مش فيه اي حاجه ثابته عشان انظم رجوع الدم. دلوقتي عشان اودي اورجان اودي دم للعضو عن طريق الارتري واجيب الدم منه عن طريق الفين. دلوقتي احنا قلنا قبل كده لو جت ضغطه هنا في المكان ده وقفت ده الاورجان ده هيعاني من ايه؟ اسكيمي صدم كومبليت اسكيمي تمام؟ طب لو نفس الجلطه دي نفس الجلطه دي وانا قلت لكم جربت في الفين اكتر من الارتري جت هنا في الفين العضو ده هيعاني من ايه؟ موضوع من النهارده اسمه كونجيشن. يعني ايه كونجيشن؟ بالعربي احتقان، يعني احتقان العضو ده بقى محتقن ليه؟ الدم اتحوش فيه تمام واتجمع فيه لان التصريف بتاعه وحش، التصريف بتاع العضو ده وحش، انت قفلت الدنيا هنا، قفلت الفين هنا ما بقاش عارف يصرف، وده شغال عمال يجيب له تمام؟ كانك فاتح بانيو بالظبط، بتملى البانيو تمام؟ فانت حاطط السداده هنا في البانيو من تحت وعمال تعبي مشغل الميه من فوق عمال تعبي العضو ده. فده اللي هو الكونجيشن. كونجيشن احتقان تمام. فانا عشان اعرف عن احتقان اعمل اكتب حاجه اسمها بلاد فلو. اكتب الكلام ده عندك في الورقه الفاضيه في المذاكره انت بتذاكرها. بلاد فلو في العضو لا اما يزيد لا اما يقل. هيزيد لا اما ارتيريا لا اما فينس. ارتيريا بلاد فلو يزيد بيسموها هايبريميا. كلمه ايميا دي قلتها لكم قبل كده يعني ايه؟ بلاد توكسيميا توكسين في الدم بقى بكتيريميا بكتيريا في الدم يبقى ده بلاد. هايبر يعني زياده يبقى زياده في البلاد سبلاي. احنا خدنا قبل كده اسكيميا قلنا الاسكيميا اللي هي الايه؟ نقص في الدم. هنا بقى هايبريميا زياده في البلاد سبلاي للاورجن ده. ليه؟ بسبب فازو دايلاتيشن ان اتس ارتريول. الارتريول اللي بيوديه الدم ده وسع يعني مكان مثلا الدايمتر بتاعه كده لا بقى كده وسع بقى بيجيب كميات دم اكتر. دي اول حاجه لانها هايبريميا فانا وديت دم كتير. تاني حاجه الفين امتى الدم يبقى متحوش في العضو كميات كتيره اللي هو الموضوع بتاعنا ده اللي اسمه ايه؟ كونجيشن تمام؟ كونجيشن برضو اكتب بقى كونجيشن ده ستاجنيشن ستاجنيشن او اكيوميليشن اوف الفينس بلاد. هو الفينس بلاد ده بيه اكسجينيتد ولا دي اكسجينيتد؟ يعني كميه الاكسجين فيه قليله هو مش معنى كده ان هو ما فيش فيه اكسجين هو فيه بس كميه قليله نتيجه نواتج التنفس تمام. فده بيبقى فيه كميه اكسجين بس قليله خالص فينس بلاد. حتى لونه بيبقى اغمق شويه ده دارك ده بيبقى برايت ريد اللون نفسه. فده كونجيشن ستاجنيشن ستاجنيشن او اكيوميشن فينس بلاد في الاورجن او التيشو في النسيج بتاعنا ديو تو ايه اللي عمل ده كله اوبستراكشن. جت جلطه قفلت اي جلطه عملت اي مشكله قفلت الدنيا هنا قفلت هنا الفين هنا خلاص ده بيقول متحوش المكان ده مش عارف يعدي خالص ده بيقول متحوش ده اللي هو كونجيشن. انا عارف انواع الكونجيشن يهمني بقى اروح اللمه الثانيه عشان يبقى ده الموضوع بتاع اللي احنا قلناه قبل كده بقى خلصت منه خالص اللي هو نقص البلاد فلو للاورجن. الكلمه نفسها اسمها ايه؟ سكيم. السكيم يا جماعه لا اما صادم كومبليت لا اما جرادوال كومبليت. انا لسه بقولها لازم لكم قبل كده. صادم كومبليت ايه في مره واحده؟ جلطه ثرومبس او امبرس ثرومبس او امبرس او لايجيشن. ايه لايجيشن؟ انا جرحت داخل اعمل عمليه دكتور انا داخل اعمل عمليه هعمل ايه في الشريان ده؟ انا خايف يحصل نزيف هعمل ايه؟ اقوم داخل رابط الشريان ورابط الوريد واقوم شايل العضو اللي فيه مشكله او ابتدي اصلح الليجن اللي موجود عندي وبعد ما اصلح اقوم اعمل ايه بعد كده؟ اقوم راجع فاتح تاني الدنيا. بس انا في الفتره الربع ساعه اللي انا عملت كده او نص ساعه اللي انا ربطت فيها ده انا عملت ايه في العضو ده؟ عملت فيه سكيمي. بس انا عملت فيه سكيمي بسبب في ورم مثلا لا قدر الله وانا داخل اشيل لازم اقفل عنه عشان مش يحصل نزيف والست او العيان ده يبقى على الترابيزه. لايجيشن فده صادم كومبليت. اما جرادو ان كومبليت خدنا اشهر حاجه بتعمل جرادو ان كومبليت سكيميا اللي هو الايه؟ اثرو سكيروز. خدنا ده؟
خدنا الثرومبوزيس خدنا الامبوليز. طبعا الاجيشن ده مش موضوع عادي، ده جراح، ده اللي هو البلاس فلو للعضو عشان تعرف انت ماشي ازاي. لا هيزيد لا هيقل، هيزيد لا اما اكتف ان انا هعمل فاسو دايليشن في الارتريول، لا اما باسف ان يحصل اوبستراكشن في الفين والدم يفضل متجمع فيه، بس الجم الدم اللي فيه ريديوس هيموجلوبين دي اوكسجينيت بلاد مش هيفيد العضو هيضره، لكن هنا الدم هنا كويس هنا بتفيده. قال لك الهايبرمتر لسه في حاله ايه؟ واحد بيعمل اكسرسايز، انا بعمل اكسرسايز الاكل شغال جامد تمام، البريفير كلها فاسو دايليتور عمال اودي الدم للعضلات اللي انا بعمل بقى اكسرسايز، ده اول حاجه. بعد كده عندك تاني حاجه ايه؟ في حالات الانفلاميشن، في الانفلاميشن لو تفتكروا بيعمل حاجه اسمها فازو دايليتيشن، يعني بيبقى في حاجه اسمها هيستامين وسيروتونين كيميكال ميديت، فده كله بيوسع تمام. بعد كده كمان قال لك في حاجات اللي هو سايكولوجيكال، السايكولوجيكال دي لها علاقه شويه بالسنس، يعني تشوف حد انت بتحبه تلاقي وشك احمر كده وبتاع، انت مستغرب يعني بتحاول تخبي قدر المستطاع ايه اللي هو يخلي وشك احمر كده، هو هو الجسم بيبتدي يحصل زي ريسبونس كده فيعمل فازو دايليتيشن، نفس الفكره ده، فده كله اكتف. اما باسف تمام، بس زي ما قلنا ان في حاجه قفلت، ده موضوعنا بقى، حاجه قفلت الفين يبقى ده اسمه ايه؟ كونجيشن، يعني احتقان، يعني الدم اتحرس في العضو. اما اسكيميا زي ما قلنا اما صادم كومبليت اسكيميا ثرومبوز وامبريزمولايجيشن او جرادوال اسكيميا اللي هو يهمني الاسيرسكلروز، احنا خدنا الموضوع ده. طبعا الاسيرسكلروز مش بتقفل تماما، دهون بتترسب في الساب انترا، فبتعمل ايه؟ سيكنج في الوول ومرم في اليومن، يبقى انت ضيقت اليومن ووسعت الوول. احنا دلوقتي بنتكلم على ايه؟ هنتكلم على الكونجيشن. المواضيع اللي فاتت دي كلها احنا يعتبر خدناها ان ديتيلز، ده يعني بتاع 3 4 حصص، مواضيع مهمه جدا. لكن دلوقتي عاوز اتكلم على الكونجيشن. قال لك الكونجيشن، حد يعرف بقى يقول معايا كده كونجيشن يعني بالعربي؟ احتقان. احتقان نتيجه غلق الوريد، الوريد اتقفل باي طريقه كانت. فالكونجيشن ايه هو؟ ستاجنيشن او اكيوميليشن اوف الفينس بلاد، وقت فور فينس بلاد دي اوكسجينيتد بلاد، عشان تعرف ان هو مش هيفيد العضو، ما هو لو فاد العضو زي الهايبريميا انا مش هدرسه كمرض، الهايبريميا حاجه يعتبر كويسه، ولما بيحصل انفلاميشن في المكان بعرف ان في التهاب فبروح اكشف اعالج الالتهاب تمام. بعمل ماسكر اكسرسايز، بعمل بشيل حديد، العضله بيجي لها دم كتير فالعضله بتقوى فتا هايبرتو تمام. لكن هنا لا، الدم اللي متحوش دي اوكسجينيت، دي اوكسجينيت بلاد، دي اوكسجينيت بلاد. طب هو اتحوش ليه؟ قال لك اتحوش ليه؟ ان الفين اللي طالع منها اتقفل، الفين اتقفل تمام. قال لك بقى كونجيشن اما لوكالايز او جنرالايز تمام. لوكالايز او جنرالايز، لوكالايز ايه اللي يقفل فين مره واحده يا جماعه؟ فين اي فين في اي حته يقفل مره واحده؟ اما نفس فكره الارتر، ما هو قلنا الثرومبوز قلنا في الفين وفي الارتر في الكابيلري قلنا الفين اكتر، يبقى في ثرومبس يبقى هنا لوكالايز نرجع نقسمها تاني اكيوت ان هو اتقفل مره واحده تمام، او كورونيك ان هو بيقفل كده. ايه اللي يقفل فين مره واحده؟ الليف. خد بالك انا بتكلم في لوكالايز، يعني ايه لوكالايز الاول قبل ما نفهم بس عشان اعرف يعني لوكالايز يعني دكتوره في عضو معين، في عضو معين تمام. افترض اي عضو عندك ده يا عم الحاج، اي عضو اللنج مثلا تمام، وطالع منها الفور بالمونري فين اهي وراح اللمه الثانيه للقلب، لو كيف البالمونري فين ده غلطه الدم هيتحوش هنا في اللنج هنا، فاللنج تبقى كونجست، يبقى اول حاجه تعمل كده بصوره كامله اكيوت امبولس ثرومبوزس او ثرومبس او لايجيشن، واحد قفل او حصل له تويستنج. تويستنج يعني لف، شفت المنديل اهو لف كده، فانت كده برضه عصرته قفلته تمام، ده اكيوت بصوره كامله تمام. ده لو انت هتقفل اكيوت لوكالايز في عضو معين، ده كمان مكتوب عندهم مذكرات ولا شوفوا كده، هو نفس الكلام في المذكرات ولا كلام مختلف، بحيث انت يبقى السورس اللي بتذاكر منه برضه هو هو ده اللي هو بيقفل بصوره كامله تمام. ده لو انت قفلت فين بصوره كامله، بس انت لوكالايزد يا جماعه، يعني مش الجسم كله، يعني العضو ده بس، يعني مثلا هنا الرئه بس هي اللي ايه؟ هي اللي كونجستد، بقيه الجسم مش كونجشن. ده اللي هو اللوكالايزد اكيوت. طب لوكالايزد كرونيك، حاجه هتقفل جرادوال، ايه اللي بينمو بالتدريج؟ ورم، تيومر، او لينف نود، او جرافيد يوترس. ورم، طبعا يا جماعه الورم مش تدخل مثلا احنا النهارده هننام اصحى تاني وعندي ورم خلاص كان الجسم كله، لا، ورم بينمو. لو بيناين معدل نمو بطيء، تحط الكلام ده بالانجليزي، معدل نمو بطيء. لكن لو مالينا معدل نمو سريع، فاهماني؟ فهو هنا الورم بينمو، فالورم عمال يطلع مثلا في المكان هنا، حوالين الرئه من المكان ده، فالورم النهارده كان كده، حجمه بقى كده، حجمه بقى كده، فبيقفل الفين، الفين كان كده بدا يضيق شويه. بعد كده بدا يضيق اكتر، بعد كده بدا يقفل خالص.
فده اللي هو كرونيك. كرونيك يعني جرادوال. الفين بتقفل جرادوال، بس الفين بتاع العضو ده، العضو اللي جنب الورم ده، فاهمني؟ مش بتاع الجسم كله، اللي بيتكلم في لوكالايز. لوكالايز يعني في عضو واحد. ان سبيسيفيك اورجان، ان سبيسيفيك ايه اورجان. اكيوت او كرونيك. اكيوت حاجات بقى بتقفل مره واحده، قفلته وربطته ولف حوالين نفسه، ثرومبس امبرس وهكذا. اما كرونيك ورم، تيومر او اللارج لينف نود، لينف نود كبرت تمام، او جرافيديوت. حد يعرف جرافيديوت يعني ايه؟ جرافيديوت راس الست اثناء الحمل تمام، يوترس بيكبر طبعا برضه جرادوال. مثلا بيقول لك مثلا عند الاسبوع، مثلا عند الاسبوع اللي هو ال 24 بيبقى عند الامبرايتس تمام، بيعمل كل ما ايه كل صابع يكبر او كل معين يكبر شويه، يبتدي كل صابع يمثل اسبوعين، يبقى كده مثلا يبقى ايه 26 28 30 32 حتى بتبدا توصل عند زيف استرنم عند 36 اسبوع تمام. فانت كل الوقت بينمو بالتدريج، فالرحم بيكبر عشان يتوافق مع نمو العين بالتدريج، وهو بيكبر هنا في اورده حواليه، فبيضغط على الاورده. الست دي بقى تلاقي دايما حامل رجلها من تحت مورمه شويه، ده بيبقى فيستيولوجيكال دي حاجه طبيعيه. فده الجرافيد يوترس يعني اللي هو البريجننت يوترس تمام، بس هم بيقولوا الام سي كيو جرافيد، ده اللي هو في عضو معين لوكالايز، اما اكيوت او كورونيك. طب دلوقتي جنرالايز، واخد الجسم كله، اكتب كده جنرالايز، الجسم كله، الجسم كله فيه كونجيشن، فيه احتقان. قال لك هو ايه اللي بيودي الدم للجسم كله عشان ابوظه وابتدي يبوظ الجسم؟ ايه اللي انت بتاع السيركريشن بتاعنا؟ ايه اللي بيستقبل الدم ويودي الدم؟ القلب هو اللي بيودي، هو اللي بيستقبل ويودي. الرايت سايد بيستقبل سوبيريور انفيريور فينا كيفا، والليفت سايد بيوزع عن طريق الاورطه. من الاخر فانا هقول جنرالايز، على طول هقول جنرالايز، فكر في القلب تمام. حد عنده مشكله بس في اللوكالايز؟ اللوكالايز ده عضو معين. اكيوت ولا كرونيك؟ اكيوت حاجه قفلت مره واحده، ثرومبس امبرس ويستنج لايجيشن. كرونيك ده ورم بيكبر بالتدريج، ليمف نود بتكبر بالتدريج، لارج ليمف نود بتكبر، وجراف اليوترس بينمو بالتدريج وهكذا. ده اللي هو لوكالايزد سواء كان اكيوت او كرونيك. طب دلوقتي جنرالايزد، قال لك الجنرالايزد ده على حسب برضه هو اكيوت ولا كرونيك. يعني ايه دكتور اكيوت او كرونيك؟ مش هو المفروض يعني الجسم كله دلوقتي بقى كونجستد اكيوت او كرونيك؟ قال لك الاكيوت ده دلوقتي القلب اهو، هنتكلم دلوقتي يا جماعه جنرالايزد يعني هنبوظ في القلب، نقعد نفكر بقى كده هنبوظ ازاي في القلب. ادي القلب اهو تمام، والمفروض الدم بيجي من اللور عن طريق ايه؟ اي في سي فيور فيناكيفا، فوق الابر اكستريمتيز وليدو النيك عن طريق السي في سي فيور فيناكيفا تمام. قال لك في الاكيوت ده تمام، حاجه جت بوظت القلب مره واحده، احنا بنسميها اكيوت ار اف، اكيوت هارت فيلر اتش اف، اكيوت هارت فيلر، حاجه حصل فشل في القلب مره واحده. القلب حصل فيه فشل مره واحده لاي كان السبب، ام اي جلطه تمام، فيه اوبستراكشن بالمونري امبوليزم تمام، فدلوقتي حصل جلطه في القلب مره واحده تمام، ما عادش فيه ايه، القلب ما عادش شغال وما عادش بيستقبل الدم، القلب ما عادش بيستقبل الدم هنا في المكان ده خلاص كده تمام. فدلوقتي القلب ما عادش بيطلع اللي جواه، وانا عشان استقبل جديد لازم اطلع. خدت عايز مال ستروك فوليوم كميه اللي بيطلعهم في الاول تمام، فدلوقتي عشان هو يستقبل لازم يطلع. ايه حصل؟ اكيد هارت فيلر، فشل حاد في القلب. هل القلب هيطلع اللي جواه؟ مش هيطلع اللي جواه، مش هيدخل جواه اللي هنا من اللي هو عن طريق الاورطه يعني، مش هيطلع اللي جواه، مش هيستقبل من هنا، يبقى اللنج هتبقى كونجستد، كل جسم يبقى كونجستد. اللنج اول حاجه تبقى كونجستد عشان الليفت سايد، بعد كده تمام مش هتستقبل بقى الدم اللي جاي لها من البلمونري تمام، والبلمونري جاي من هنا، يبقى القلب ده كله كونجستد برضه، وده جاي منين؟ الجسم، يبقى الجسم كله كونجستد. القلب مليان، الرئه مليانه، الجسم كله الابر واللور كله، ده في الاكيوت هارت فيلر. يبقى ايه يا دكتور نعمل؟ اكيوت جنرالايزد فينس كونجيشن هو الايه؟ الاكيوت هارت فيلر، فشل حاد في القلب ايا كان السبب، بلمونري امبوليزم، ام اي، ايا كان السبب، ايه اللي عامل بالظبط؟ يبقى هيعمل ايه؟ هيعمل acute generalized venous congestion. ده على مستوى الايه ده؟ ليه؟ لانك انت القلب هو ده اللي بيضم، هو ده اللي بيطلع تمام؟ انت بوظت البامب بتاعتك، بوظت السيركيوليشن بتاعتك، ده الاكيوت بسرعه صادم مره واحده، مش هي ايه؟ مش جرادوال. بينما الكورونيك بيحصل جرادوال. ايه اللي يعمل جرادوال generalized venous congestion؟ قال لك دلوقتي هنبتدي نبوظ بقى بالتدريج. لو واحد عنده ليفت سايد هارت فيلر، يعني الناحيه الشمال دي يا جماعه بس اللي فيها فيلر تمام؟ بس بالتدريج بقى هنبوظ التدريج، فافيليا مش اكيوت جرادوال تمام. واحد عنده اي مشكله في الكورونري، عنده اسيسكلروز، جه عليها ثرومبوز، الثرومبس عامله جرادوال، السكيما لسه ما قفلتش تماما، لسه بتكبر، لسه ميورال، لسه بتكبر، فالمكان ده اتاثر، الليفت سايد اتاثر. فلما الليفت سايد اتاثر ده، الليفت سايد ده ايه اللي بيودي فيه؟ ايه اللي بيبعت فيه؟ ايه اللي بيجي على الليفت سايد هنا؟ الفور بالمونري فين؟ اللي جايين منين؟ من اللنج. يبقى الناس الليفت سايد هارت فيليا سواء كان مايتر ستينوزيس اللي هو السيمون ماتريال فيديو،
او فينا ام اي جلطه او الشريان اللي هو الكورونري اللي هنا اللي بيغذي القلب بايظ ايا كان السبب اللي عمل نفسه هارت فيل. ايه اول حاجه تضرب؟ اول حاجه تضرب يا لام تبقى لام كونجيش. بعد كده يقول لك البطن يجي بتاع النفس هارت فيل يشتكي من ايه؟ الكح، ديزنيا، مش عارف نفسه، مش عارف دايما واقف، مش عارف ينام، ان هو ما بينام اللام كونجستد فبتطبع على سوق ما يقدرش ياخد نفسه، يجي له كرشه نفس، فدايما تلاقيه نايم بزاويه 45، نايم بزاويه 45، نايم عامل كده، مش نايم فلات، تمام؟ بيسموها ارثوب. بيكح دم، البلغم بتاعه مدمم لان في كونجيشن عنده، ده اللي هو بيشتكي بيه. فدايما طالما حاجه باظت في الليفت سايد اللي يبوظ اللام، ودي جمله ام سي كيو. يقول لك اللام عشان تبقى كونجستد ابوظ الرايت ولا الليفت؟ ابوظ الرايت. ليه؟ لان اللنج هنا بتفضي هنا عن طريق فوربال مونري فين. فانت دلوقتي اللحيه اللي بايظه، الليفت سايد ده بايظ، مش عارف يطلع اللي جواه، هياخد من اللنج؟ مش هياخد. هل الاورده دي الاورده دي كانت مقفوله؟ مش مقفوله. امال ايه؟ المصرف نفسه عنده تحت بايظ، البلاعه اللي تحت دي بايظه. فالاورده الانابيب اللي هي شغاله اللي هي فوربال مونري فين، واللنج شغاله بتعمل جاز اكسشينج و100 مللي. المشكله عنده فين؟ في الليفت سايد. ضرب له اللنج، اللنج لما تتضرب تمام؟ تبتدي بعد كده تعمل حاجه اسمها هيحصل هايبوكس، فالهايبوكس هتعمل فاز كونستريكشن، هتضيق الاورده اللي جوه اللنج نفسها، فيحصل حاجه اسمها بالمونري هايبرتنشن، هيزيد الضغط في البالمونري سيركيليشن. مين بقى الغلبان اللي بيضخ على اللنج وبيبعد على اللنج؟ الرايت بيبعد على اللنج. الرايت بيبعد على اللنج لما يلاقي الدنيا قدامه في مقاومه قدامه، هيبتدي يحصل فيه ايه؟ فيلير. فلما الرايت يحصل له فيلير، ايه اللي بيفضي في الرايت؟ السيبيريور انفيريور بينكيف، يبقى جسمه كله كونجست. الحته دي صعبه لازم نقولها تاني. بصوا يا جماعه، اي مشكله في الليفت سايد تمام، اي مشكله في الليفت سايد، اي مشكله في الليفت سايد هنا او هنا او في الصمام تمام، او حتى الاورطة في ستينوزيس، حاجه اسمها اورطة ستينوزيس فيرتال هارت ديزيز، اي مشكله هنا في الصمامات الناحيه دي، مين اللي بيبعت هنا؟ مين اللي بيبعت هنا؟ اللنج. تو لنج بيبعتوا هنا عن طريق الفور بالمونري فين. الفور بالمونري فين. اي مشكله هنا وهنا، القلب مش هيطلع اللي جواه، هيعرف يستقبل جديد؟ مش عارف يستقبل جديد. لما مش عارف يستقبل جديد هيبتدي يعمل هنا ايه؟ الدم هيركن فوق هنا، يبقى اللنج دي فيها ايه؟ كونجيشن. طول لنج دول فيهم كونجيشن، ناحيتين مش ناحيه واحده على فكره. طالما اللنج فيها كونجيشن هيبتدي يحصل ايه؟ الراجل ده فيها كونجيشن هيبتدي الجسم يحصل فيه هايبوكسيا. ليه هايبوكسيا؟ لان اللنج ده هو العضو المسؤول عن الجاز اكسشينج. طالما في دلوقتي الجاز ما بعدش فيه جاز اكسشينج، انت بتدي نفسك ولا ايه؟ انا قلت احنا متاخر النهار فقلت حد نفسك. هايبوكسيا تمام؟ الهايبوكسيا دي بتعمل سيستميك افكت، بتعمل لوكال افكت. الهايبوكسيا بتعمل في الجسم كله يا جماعه فاز دايلاتيشن، ما عدا البالمونري سيركيليشن تعمل فيها فاز كونستريكشن. دي معلومه ليك انت. الهايبوكس اكتبها. دي هتفيدك في الفارما وفي البطن. الهايبوكس بتعمل في الجسم كله فاز دايلاتيشن، بتوسع الشريان في الجسم كله ما عدا البالمونري بس. بتعمل فيها فاز كونستريكشن. تمام؟ وربنا الحكمه في كده، ليه؟ الجسم بيستقبل فيها هايبوكس يبقى اللنج مش بتقوم بوظيفتها. طالما اللنج مش بتقوم بوظيفتها يقول لك ان اعمل فاز كونستريكشن عشان خاطر الدم يفضل متجمع شويه هنا في المكان هنا في اللنج. فادي تايم، ادي وقت تمام ان يبتدي يحصل جاز اكسشن. ربنا الحكم. فطبعا ده اللي بيحصل في السيرجي، بس ده من غير قصد بيبوظ الناحيه الثانيه. ليه؟ لما يحصل هايبوكس وضيق الشرايين بتاعت اللنج يبتدي يحصل حاجه اسمها ايه؟ بالمونري هايبرتنشن، ازود الضغط في البالمونري سيركيليشن. لما ازود الضغط في البالمونري سيركيليشن مين اللي بيبعت على اللنج؟ مين اللي بيبعت على اللنج دم عشان يتنقى؟ احنا خدناه امبارح بيجي في جلطه كبيره وتقوم سداه ويموت مره واحده. البالمونري ترانك عمال يبعت، لما يزيد الضغط حواليه يزيد المقاومه، في ريزيستنس قدام. بعد ما كان بيضرب مثلا مقاومه معينه عمال يقوي نفسه، وده عمال يجيب اخره ويضرب ويضرب اقوى ويضرب اقوى ويضرب اقوى، العمليه هناك عماله تزيد وتبوظ اكتر، الدم كونجست الهيبوكس تزيد ويحصل فاز كونستريكشن اكتر وبرمها هايبرتنشن لحد ما يحصل رايت سايد هارت فيلر. ده باظ، الدم عمال يجي هنا عن طريق السوبير والانفيرو بينكبها من هنا، ادي السوبير وادي الانفيرو تمام. استقبل يا عم، استقبل منين؟ انا لسه عندي مش عارف ابعت، الدنيا مقفوله من هنا، الدنيا هنا في مقاومه عاليه، في زياده في الريزستنس هنا، يقوم ده رخر بايظ، ده باظ، ده ما يعرف يرجع من الاوبر لينك ولا اللور لينك، مش هيبقى كده الجسم كونجست. يعني كونجست؟ تبص لرقبته نيك فينز تلاقي كونجست نيك فين تمام؟ قاعد عندي زاويه 45 درجه، يبقى عندي زاويه 45 درجه كده تمام؟ وتبتدي انت تجيب رقبته كده وتبص خد نفسك حاجه، تلاقي الفينز دي بدل ما بتفضل المفروض لما بياخد نفسه النيك فين دي بتفضل. يعني في نيجاتيف انترستراسيك بريشر بيسحب منها الدم فتفضل، لكن دلوقتي بيبقى في هنا كونجشن في القلب، النيك فينز تفضل كونجست. لاقيها كده منفوخه كده، مش واحد ما بيتعصب، ده واحد رفيع كده لما بيتعصب جامد تلاقي العروق يقول لك العروق بتاعت رقبته ظهرت كده، دي اللي هي النيك فين اللي هو الجاجولار فين تمام؟ فدي هتلاقيها كونجست، دي اول علامه. تاني علامه هتبص على الكبد، الكبد ممكن تحس تعمله بالبيشن، بالبيشن هتحسه كده، حاجه اسمها الديب بالبيشن، تحسه كده تلاقي الراجل عمال يتوجع. ليه؟
لان الكبد بقى الدم متحوش فيه مش عارف يرجع، المفروض الكبد يرجع عن طريق الفيرو فينا كيفا، الدم متحوش فيه بقى تمر يجي يعمل كده تلاقي بتنصت قدام، انت بس بتلمسه كده عادي خالص تمام فرات هايبوكوندري تلاقيه عمال يتوجع كده. دي تاني حاجه. تالت حاجه هشوفها له رجليه من تحت، رجليه من تحت هتيجي تقعد تجيب عند البتاع بتاعت رجله من هنا كده اللي هو الميديال مالوس تمام، اللي هو العظم بتاعت الرجل دي تضغط عليها كده هتلاقي رجله محوشه ميه، تعمل ايه؟ ديبريسد كده ايريا. دي اللي هم التلات علامات اللي بتتكلم على العيان. كونجستد نيك فين، الليفر كونجست وتندر، تندر عن القلب ما تلمسه يتقلب. تالت حاجه كونجست نيك فين، ده اللي هو اول حاجه اللي هو ازاي الليفت سايد هارت فيلير هيعمل لك كرونيك جنرالايز ديفنس كونجست جنرالايز. يا دكتور جنرالايز ايه يا دكتور؟ مش قلت لما الليفت سايد بيبوظ بتعمل في الرئه؟ يبقى كده مش جنرالايز ده عضو واحد. لا يا حبيبي، ما هو بيحصل اول في الرئه، بعد ما يحصل في الرئه بيبتدي ايه يرد على اللمه الثانيه، اللمه الثانيه تبوظ، اللمه الثانيه تبوظ يبتدي يحصل ايه على مستوى الجسم، فاهمين؟ فالليفت سايد مش بيبوظ اللنج بس، هو بيبتدي في اللنج اول شيء، هو عين اللنج مش قادر ياخد نفس وكراش نفس تمام. بعد ما يبتدي يحصل في اللنج يبتدي يبوظ الدنيا كلها، هيبوظ الرايت سايد، الرايت سايد باظ خلاص. تاني حاجه عندنا، ودي اصعب حاجه هنا في الفهم، تاني حاجه الرايت سايد هارت فيلر، دي مشروحه الرايت سايد ده في فيلير يا جماعه، هنا في فيلير او هنا فيلير او الفالف الطريقه دي في ستينوزس او البالون الفالف ده في ستينوزس، المهم في اي مشكله في الناحيه اليمين هنا. الناحيه اليمين دي بتجيب الدم منين؟ بجسم كله بيستفيد من الفيرو فينا كيفا، ده جاي من ميدو النك والابر لمب او الابر اكستريمتس، وده جاي من اللور لمب. طالما في اي مشكله هنا في الصمام ده اللي هو الترايكاز بيت او البالمونري فالف ستينوزس او في فيلير في الرايت فينتركل او في فيلير في الاتريم، ايا كان فيلير في الناحيه اليمين عشان يستقبل دم يحصل جامد. فالناحيه اليمين دي سهله شرحها مش محتاجه شرح، بس الشمال صعبه شويه، لان الشمال في 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 ترانزيت عليها اللي هو ايه؟ هيبوظ الاول الرئه، بعد الرئه متبوظه يبتدي يبوظ الناحيه اليمين، الناحيه اليمين تبوظ يبتدي يحصل ايه؟ شمالز فيس كونجيشن. بعد كده رقم ثلاثه اللي هو ايه؟ مشكله في اللنج. اكتب كده مشكله في اللنج. حد يعرف ازاي مشكله في الرئه هتعمل شمالز فيس كونجيشن؟ الرئه دي يا جماعه مش الدم، مش الدم المفروض بيطلع من اليمين، لو الرئه دي فيها فيبروزس اي بي اف انترسيبرمين فيبروزس ساركويدوزس، اي مشكله في الرئه هيبتدي الضغط فيها هيزيد، هيبتدي يحصل فازو كونستريكشن في في الكابيلرز والارتريوز، فهتعمل بالون هايبر تنشن، بالون هايبر تنشن هيزود الضغط هنا صوت اليمين يحصل اسف هارتفل، فاهمين؟ اي مشكله في اي مشكله في الرئه تمام، فيبروز تليف في تيومر في ساركويدوز، في مرض اسمه ساركويدوز مش عارف تعرفه، نوع من انواع الجرنيوم، اي مرض اي مشكله تحصل في اللنج يبقى انت هتعمل ايه؟ هتضغط على الكابيلر اللي جواها، هتضغط عليها ضغطت على الكابيلر، ضغطت على الارتريول، زودت الضغط جوه البالمونري سيركيوليشن، عملت بالمونري هايبر تنشن. مين اللي بيبعت على البالمونري سيركيوليشن؟ الرايت سايد، ده انت باظت الرايت سايد يعني احنا بنلف وبندور من الاخر عشان نبوظ الرايت سايد. سواء هتبوظه من الناحيه الشمال تاخد السايكل بتاعت الرئه، او الرئه نفسها اللي بايظه والناحيه الشمال مفيش فيها حاجه، او الناحيه اليمين نفسها هي اللي باظت. من الاخر دي كرونيك جنرالايز فينس كونجيشن. هتشوف العلامات فين؟ اول حاجه هتشوفها فين؟ اول حاجه في الرئه كونجستد نيك فين، ثاني حاجه في الليفر كونجستد تندر اللارج ليفر، بتاعت كده اللور لمب تمام. الكلام ده موجود عندكم، موجود عندكم في المذكرات، ده اللي هو الكوزز. وخدنا كده التقسيم، حد عنده مشكله في التقسيمه؟ لا لوكالايز لا جنرالايز، لوكالايز اكيوت او كرونيك، جنرالايز اكيوت او كرونيك. الاكيوت اكيوت هارت فيلر تمام. طب جنرالايز برضه او اللي هو جنرايز كرونيك بقى حاجه جرادوال، ليفت سايد هارت فيلير او رايت سايد هارت فيلير، او اللنج فيها مشكله وبوظت رايت سايد، المهم ان انا هلف واقول انا بوظ رايت سايد، انا رايت سايد هو اللي بيجيب الدم او الفينس بلاد من الجسم كله عن طريق السيبيرو انفيرو فينا تمام يا جماعه. حد عنده مشكله في الكلام ده؟ ده اللي هو تقسيم الكونجيشن. في بقى كده كلام تاني كده موجود عندك في المذكرات في الكتاب ما يهمنيش، كلام ما يهمنيش اللي هو الانوكسيا والهيبوكسيا والكلام ما يهمنيش، يهمني بقى في كام مثال عندك كده اللي هو اللنج كونجيشن والليفر كونجيشن والكلام ده. اول حاجه مازن لروك 55 كده في الساعه مازن خالد لان كونجيشن. هو انا مش ممكن اعتبر الليفت سايد هارت فيلير بيعمل لوكالايزد بالمونري كونجيشن في الاول في الايرلي ستيج، يعني ايه؟ الراجل جالي ولحق نفسه بيشتكي، يعني لحق نفسه جاي والله دكتور عندي فرشه نفس، عندي تاكي كارديا مش قادر اخد نفس، لحقته في الاول. اه يبقى ده ايه اللي هو كرونيك لوكالايزد فينس كونجيشن. لكن ساب نفسه والعمليه بدات تبقى كومبليكيتد وراح ضرب الرئه، وبعد ما ضرب الرئه ضرب الرايت سايد، لا يبقى ده كرونيك جنرال. لكن في الايرلي اه زي ما حضرتك بتقولي كده تمام، ده اللي هو اللان كونجيشن. خلينا نبدا باللان كونجيشن. ايه يا جماعه اللي يعمل كونجيشن في اللان؟ ادي رئه اهي تمام، وطلع فور بالمونري فين؟ راح للقلب.
المفروض اللي انتوا بقى دلوقتي فهمتوا، المفروض انتوا اللي هتقولوا المفروض ادي الفور بالونين طالعين اهو ورايحين للليفت اتريوم كده تمام. ايه بقى دلوقتي اللي يعمل كونجيشن في الرئه؟ اول سبب ايه؟ ليفت سايدد هارت فيلير، كلمه ونص، ليفت سايدد هارت فيلير يعني ابوظ الليفت سايد ده باي طريقه. يبقى انا بوظت الايه الدنيا دي ليه؟ لان ده بيفضي هنا، بوظت الناحيه دي مش عارف يفضي اللي جوه، هيستقبل جديد. هو ليه ساعه معينه، هو ما يقدر يستقبل جديد غير لما يطلع اللي عنده، مش عارف يطلع اللي عنده مش هيستقبل جديد تمام. ده اللي هو الليفت سايد. يبقى ليفت سايد. تاني حاجه واحد عنده ام اس، ايه الام اس ده؟ مايتر فالف ستينوز، ضيق في الصمام الميترال. واحد عنده ضيق في الصمام ده، الصمام ده ضيق تمام، الصمام ده ضيق بالشكل ده، هيعرف يستقبل دم جديد؟ ده الدم هنا كونجستد، عمال يجيله دم وده عمال يهب الليفت اتريوم عمال يهب، هيعرف يستقبل جديد؟ مش عارف يستقبل. هو ليه ساعه معينه، ليه ساعه استيعابيه معينه، خلاص على كده يقول لك ما عندوش عارف ياكل، فالدم يرجع يرد على الرئه ويفضل هنا متحوش هنا. طبعا زي ما قلت لك الدم هيفضل متحوش هنا في الرئه، الرئه بعد كده يحصل هايبوكسيا، هايبوكسيا تبوظ بقى اللمه الثانيه ويحصل جينرال. بس انا بتكلم عن لانج كونجيشن، ده مرض بيسموه سي في سي لانج، سي في سي لانج تمام. دلوقتي اللنج بيبقى كونجيشن، ايه اللي بيبقى ايه اللي بيقل بتاع الدم، او ايه اللي بيبقى او الدم موجود فين جوه الرئه؟ موجود فين؟ يعني الرئه ده في الهيستولوجي عباره عن ايه؟ ايه الوحده التركيبيه للرئه؟ الالفيولار، هو السات الهوائي تمام؟ ادي الالفيولار اهي شبكه كده اهي تمام؟ والول ده بيبقى في ايه؟ الول ده بيبقى في ايه؟ في القلب الاسود الكابيلاري، اسمها الالفولار كابيلاري. الالفولار كابيلاري اللي هي المفروض دلوقتي الدم جاي لها من عن طريق البلمونر. البلمونر ده بيبقى ارتر، بعد ارتر بيظهر يبقى ارتريو، ارتريو تظهر يبقى فينيو، يبقى كابيلاري. في بقى كونكشن بين الكابيلاري والفينيو واخش اللمه الثانيه لحد ما اكون الفيلز وترجع اللمه الثانيه للقلب. فدلوقتي دي الكابيلاري. الكابيلاري دي مسؤوله عن ايه؟ ان انا اعمل جهاز اكسشينج بين الايه؟ بين الهواء اللي جوه الالفيولاي والدم اللي جوه الكابيلاري. دي وصفة سريعة بسيطة خالص، أنا باخد نفس أثناء الشريط، أثناء الإسبيريشن عشان خاطر أبتدي أعمل جهاز اكسشينج، ده بدو غزال بين الهواء اللي موجود جوه الألفيولاي اللي جاي لي من بره تمام؟ وبين الدم اللي جوه الكبد تمام؟ الدم ده دي أوكسجينيتد بلاد جاي لي من لما جاي لي من فينا سايت تمام؟ دي أوكسجينيتد بلاد تمام؟ في ثاني أكسيد الكربون، أقوم مدي ده ثاني أكسيد الكربون وآخد منه أكسجين تمام؟ وأرجع بقى تاني للقلب اللمة التانية بتاعت القلب تمام، عشان خاطر اروح للاورطه، الاورطه يوزع. دي من الاخر وظيفه الرئه. هل بقى في اوبستراكشن هنا؟ في مشكله في الليفت سايد، الدم مش عارف يرجع، الدم هيتحوش هنا. الدم هيتحوش هنا يبقى يحصل استاجنيشن، ركون، مش الجهاز الاكسجين مش هيحصل كويس تمام؟ يعني الدم مركون مش عارف يتوزع على الخلايا والانسجه، فالخلايا والانسجه بتعاني من هايبوكس، فيحصل مور اند مور فازو كونستريكشن، فيحصل زي ما قلنا كده. دلوقتي بقى عاوز اقول الجروس والمايكروسكوب بتاع اللونج دي، اللونج دي جروس على مستوى عينيا. لونج فيها كونجيشن، محوشه دم جواها، تخيل تقيله ولا خفيفه؟ تقيله. يبقى الوزن هيزيد، السايز الحجم هيزيد هيكبر تمام. بعد كده الكبسوله، تخيل ان الكبسوله اللي هي زي هدومي كده، انا تخنت، الكبسوله دي تبقى ايه؟ ستريتش، لكن لو خسيتها تبقى ايه؟ شرانك. لكن دلوقتي انا تخنت، وزني زاد، يبتدي يحصل ايه؟ سنتنس ستريتش الكبسوله، الوزن هيزيد، الحجم هيكبر تمام. بعد كده فاضل ايه تاني؟ تمام، الكونسستنسي، درجه التماسك، سوفت ولا ايه؟ هارد. لا هتبقى فيرم بقى، فيرم اللي هو المفروض الدرجه كام؟ التماسك 3، هارد عظم اسنان، سوفت حته الريفيول في الاوركل دي نحط فيها الحلقه ده، ده بتبقى سوفت حته الدهن، فيرم زي الكارتج، الكارتج ده اسمه فيرم. يبقى في درجه التماسك كونسستنسي عندنا في البسوط 3، هارد زي العظم والسنان، فيرم زي الكارتج، سوفت زي الدهون الفاتحه يعني. دلوقتي المفروض ان اللنج سوفت، اللنج دي كمان بيسموها بالعربي فشه تمام، سوفت محوشه هوا، سفنجه. دلوقتي السفنج دي بليتها ميه، جبت السفنج دي بليتها ميه، هو الدم يعني، احنا بنقول كونجيشن يعني دم اتحول فينس بلاد، بليتها ميه وبليتها دم، هتبقى ايه؟ شربت من ميه وشربت من الدم، تبقى فيرم ماسكه نفسها شويه، مش ارتقت لمستوى الهارد ولا هي فضلت سوفت زمان، فاهمني؟ فده اللي هو الكونسستنسي. احنا قلنا السايز، الويت، الكونسستنسي، الكبسول، الكلر، عارف ده لونها اللي هو اللون بتاع اللي هو اللون البينك بتاع ده، ولا متحول شويه فينس بلاد هيبقى ايه؟ هيبقى لونها براونش الكلر، لان يعني الدم ده دارك براون، دارك ريد ان كلر، ده فينس بلاد مش ارتيريا، مش برايت ريد تمام. ده اللي هو الكلر، وقلنا الكبسول، وقلنا الكونسستنس. بعد كده الكات سيكشن، تقطع فيها لما تقطع فيها هتاخد فيها مقطع، هتبقى ايه؟ اوزنج، تبتدي تطلع شويه نقط دم كده.
شفت انت لما تيجي تجيب البشاره دي او اللي هي حته السفنجه تقوم ضغط عليها كده وهي فيها ميه بتلاقي بتطلع كده بتطلع شويه حاجات بقليل كده وفيها نقط ميه. انت تخيل نفس المنظر ده بس دم بقى ودارك ريدن كلر او لونه دارك براونش كلر تمام. ده اللي هو الايه ده اللي هو وصفها بالجرس تمام. بيقول لك ايه مكتوب عندك براون انديوريشن مكتوب عندك براون انديوريشن مش مكتوب يعني ايه براون انديوريشن دلوقتي يا جماعه قال لك ايه؟ قال لك مش الدم مكتوب هنا الدم بيزهق. شفت الصفائح لما كانت تمشي بالدم جوه الدم وكانت تلاقي كده حته راف انت مكتوب راحه ماسكه الدم برده من كتر ركنه بيزهق طول ما هو بيتحرك يقول لك 100 100. وانس ان هو بدا يركن يقول لك لا انا مش هقعد كده يبتدي يحصل ايه؟ تطلع الار بي سيز وتتكسر. ايه المكون الاساسي للار بي سي اللي يهمني؟ الهيموجلوبين. الهيموجلوبين ده يتكسر يطلع منه ايرون. البيجمنت بتاعت الايرون اسمه هيمو سيدرين. هيمو سيدرين ده البيجمنت بتاع الايرون. الهيمو سيدرين ده يتحوش هنا يطلع هنا في المكان ده يطلع في المكان ده يعتبر حاجه غريبه على المكان ده خلال الالتهاب تقول لا اه المكان مش تقول لا انا ما اعرفكش انا عارف الهيموجلوبين اعرفه بيعدي عليا ساعات اعرف كرات الدم اعرف لكن انا ما اعرفش ان السيدرين ده تقوم نبض مفيش جايه تقول لك لا مش هسيبك تبتدي تيجي ايه تيجي تبلع الهيموسيدرين ده وتتعامل معاه وتعمل انفلاميشن وفيبروس في المكان ده. فاجي احس الرئه كانت سوفت خالص لقيها بقت ماسكه نفسها بقت فيرم انديوريتد يعني دراي جاي من انديوريشن اللي هو دراي انديوريتد يعني دراي يعني بقت ماسكه نفسها عشان كده قلت لك بعد ما كان السوفت الاول بقت فيرم اسمه بقى العمليه براون انديوريشن. انديوريشن نتيجه ان الهيموسيدرين ده ماده غريبه عملت اريتيشن يعني ايه اريتيشن دامج في اللنج فنشطت الخلايا المناعيه اللي هي الماكروفيج جت الماكروفيج بدات تعمل التهاب في المكان ده فلما الماكروفيج بدات تعمل التهاب في المكان ده عملت فيبروزس بقت اللنج ماسكه نفسها انديوريشن. ليه براون؟ الدم اللي ركن ده لونه ايه؟ دارك ريد او براونش فبيسموا اللنج بتبقى كونجستد براون انديوريشن في اللنج. الماكروفيج بقى لما جت في المكان ده وبدات تبلع الخلايا دي بقى لونها لها لون مميز كده وبقت خلايا مميزه كده بيسموها ده ام سي جي وهتجيلك هتيجي هتيجي هارت فيلير سيل في كلمتين هتيجي يا اما براون انديوريشن يقول لك البراون انديوريشن ده يعني كونجيشن فين؟ هتقول سي في سي لان ده اول جمله اسمه هنا ده اول جمله تاني جمله هيقول لك الموست كومن كوز اوف سي في سي لان او لان كونجيشن تقول ليفت سايد هارت فيلير مش هجيب لي اثنين هو المايكروسكوب بيعمل ليفت سايد هارت فيلير مش هجيب لي اثنين هجيب لك لا دي لا دي تمام؟ هجيب لك بقى الرايت سايد هارت فيلير فالعيب تتلخبط بقى ما هو الرايت هو اللي بيودي على اللان بقول لك ايه يبقى في كونجيشن في اللنج يبقى الرايت اللي مودي لا اللمه الثانيه الصرف اللي بايظ اللمه الثانيه مش دعوه بالرايت رد بيودي دم بس ما بيستقبلش اللي بيستقبل هو اللمه الثانيه فلو بوظت اللمه الثانيه ايا كان بوظته ازاي تمام يبقى اللنج دي معلش هتودي فيحصل كونجيشن فين ده سؤال. ثاني حاجه براون انديوريشن كونجيشن فين يقول لك اللنج ولا الليفر ولا الاسبرين ولا الكيدني براون انديوريشن في اللنج تمام. بعد كده الهارت فيلير سيل يعني ايه هارت دي الجمله الثالثه ليه بيسكو يعني ايه هارت فيلير سيل؟ قال لك الماكروفيج اللي بتيجي تبلع الهيموسيدرين اللي طالع من الار بي سي متكسره بيسموها هارت فيلير سيل. طب الدكتور سموها هارت فيلير سيل ليه؟ قال لك لان اشهر سبب لللنج كونجيشن هو ايه؟ هارت فيلير. تواجدوا من الخلايا لما اكتشفوها زمان قال لك في لما واحد يحصل له هارت فيلير وناخد بعينه من اللنج بنلاقي فيها الخلايا لونها اسود دي فبنسموها هارت فيلير سيل اللي هي الخلايا اللي موجوده في حاله الهارت فيلير. لحد ما اكتشفوا بعد كده مع تقدم العلم ان دي عباره عن ماكروفيج جت بلعت الار بي سي اللي اتكسرت او الهيموسيدرين اللي طالع من الار بي سي اللي اتكسر في حاله اللنج كونجيشن. بس اللي هو حد النهارده هيسالك في الكلمه دي يعني ايه هارت فيلر سيل؟ دي ماكروفيج انجلف بتبلع الهيموسيدرين في حالات سي في سي لانج. حد النهارده هيسالك في السؤال ده تمام؟ طبعا تحت الميكروسكوب هلاقي ايه؟ دلوقتي في كونجيشن في المكان ده، دلوقتي الدم متحوش في المكان ده تمام؟ يبتدي يحصل حاجه اسمها ترانسيوديت. سمعت حاجه اسمها ترانسيوديت قبل كده؟ ترانسيوديت يعني الفلويد هيبتدي يشفف من هنا لهنا على مناخ الايديم. ما هو الدم فينا كونجيشن، في كابيلاري، الكابيلاري ديت بدات تفتح البورز اللي جنبها. فالدم كان جوه متحوش جامد يبتدي يخش هنا جوه الايه؟ جوه المكان ده فلاقي ترانسيوديت يعني فلويد طالع من الكابيلر الكونجستد طلعت جوه فين؟ جوه الالفيولار اللي فيها هواء عشان كده الراجل ده بيبقى عنده هيبوكسيا المفروض في هنا هواء جاي في هنا دم ده الطبيعي دلوقتي دي بقى فيها فلويد وار بي سيز متكسره وهارت فيلير سيلز وهيموسيدرين وكل الكلام ده هيعرف الالفيولار تقوم بوظيفتها ان هي تبقى انفليت اثناء الانسبيريشن تبقى كولابس اثناء الاكسبيريشن وتطلع هواء مش هتقدر تقوم بوظيفتها دي خالص تمام. كتير واحد يحصل فيه ايه؟ يحصل فيه هايبوكس تمام؟ ده اللي هو ايه؟ ده اللي هو بيحصل. هتلاقي هنا في تحت الميكروسكوب ايه؟ هلاقي يا دكتور والله جوه الالفيولاي او اول حاجه الالفور كابيلاري الكابيلاري هتلاقيها كونجست الكابيلاري نفسها كونجست ما حوش دم.
تمام دي اول نقطه. بعد كده الوول اللي في الكابيلاري سيك وول، الوول تخن لان الكابيلاري تخنت فالوول بقى سيك. دي ثاني حاجه. ثالث حاجه اليومن بتاع الالفولاي او الالفولار سبيس في ايه؟ ار بي سيز وهيموسيدر واير وخلايا التهاب ماكروفيج وهارت فيلير سيل، يعني الماكروفيج اللي راحت بدات في الهيموسيدر. ده اللي هو مايكروسكوب. تمام؟ بعد كده يا راجل ده وايه الايفكت على اللنج او الايفكت على الشخص ده يجي يشتكي من ايه؟ اول حاجه يشتكي من ديزنيا. يعني ايه ديزنيا؟ بالعربي كده في جنبها كرشه نفس او صعوبه في التنفس. حد جرب حد غير ديزني ولا ايه؟ نفسه بيقول ديزني. تمام؟ كرشه نفس اللي اول حاجه يشتكي فيها مش قادر اخد نفس، وده يبقى مرحله ايرلي. هو لو جالي كده يبقى لسه في الاول، فانا الحقه بقى اتعامل معاه. تمام؟ يبقى ديزني. تاني حاجه بيشتكي من هيموبسيز. هيمو يعني ايه يا جماعه؟ دم برضه زي ايميا نفس الفكره. هيمو يعني دم. هيموبسيز يعني كافينج بلاد، كحه دمويه. هيموبسيز كحه دمويه. لان دلوقتي الكابيلاري اللي هنا بقت ايه؟ بقت كونجستد محوشه دم، فالراجل ده بيكح، فيبتدي الدم يطلع من هنا على الهواء تمام ويبتدي يطلع في صوره بلغم. البلغم ده هيبقى بلغم مدمم او يقول لك بلغم معرق بدم. هو ده هيموبسيز كحه دمويه. تمام؟ بعد كده الراجل ده عنده هيبوكسيا، الهيبوكسيا بتعمل بالمونري فازو كونستريكشن، فيحصل تالت حاجه اللي احنا بنسميها بالمونري هايبرتنشن. طب لو يا جماعه لما يحصل بالمونري هايبرتنشن مين اللي هيبوظ؟ مين الغلبان اللي عمال يبعد على اللنج وعمال يقاوم؟ الرايت سايد. رايت سايد هارت فيلير. طب الرايت سايد لما يبوظ بوظت الرايت سايد، مين اللي بيودع الرايت سايد؟ الجسم كله. الجسم كله بيودع الرايت سايد. ده عمال يبعد ومقاوم عمال تزيد، يا عم سيبنا ابعد مفيش عمال تزيد، فيقوم ده حصل فيه فيلير. طبعا الدم بيجي له هنا عن طريق السيبيرو انفيرو فينا كيف ما عادش هيستقبل منه، بيحصل سيبس. بقى دخلت من لوكالايزد فينس كونجيشن على رئه بسبب السيرفر ده فيلر لكرونيك جنرالايزد فينس كونجيشن بسبب انت بوظت الرايت سايد بالبرمونه هايبر تنشن. ده اهم موضوعين. ازاي اللنج هتبوظ؟ الليفت سايد اللي يبوظها. بعد ما اللنج تبوظ ايه اللي هيحصل؟ الراجل ده هيشتكي من ايه؟ هيشتكي من ديزنيا، كشف نفس. بعد كده هيموبسيس، كحه دمويه. بعد كده يحصل هيبوكسيا، هيبوكسيا تعمل برمونه هايبر تنشن، برمونه هايبر تنشن تعمل رايت سايد. ده هو لانج كونجيشن. جروس بعينيك اللانج والله تبقى حجمها كبير، وزنها زايد، فيرم في كونسستنسي، شارب بوردر، هقطع فيها الاقي اوزنج، تمام؟ هلاقي دارك براونش كالر بنسميها براون انديوريشن، تمام؟ وزنها زايد قلنا حجمها هيزيد، الكبسول استريتش لان هي تخنت او كبرت، تمام؟ بعد كده كمان هلاقي تحت الميكروسكوب ايه؟ هلاقي اول حاجه في اليوم او هلاقي اول حاجه في الوول، الالفولار وول تخن، الالفولار كابيلاري، الكابيلاري اللي فات دم كونجست لان الدم ما بيرجعش. بعد كده اليوم نفسه هو الالفولار سبيس هلاقي فيها ايه؟ ار بي سيز وترانسيوديت فلويدز وار بي سيز متكسره وايرن هيموسيدري وخلايا التهاب اشهر خليه ماكروفيل هتبلع الهيموسيدري واسميها هارت فيلير سيل. هارت فيلير سيل مهمه، براون انديوريشن مهمه، تمام؟ كمان ايه؟ اشهر سبب للسي في سي لانج مهم، والايفكت بتاع اللي هو الديزنيا والهيموبسيز والبالمونا هايبرتنشن. الكلام ده عندكم في المذكرات انتوا فين؟ نفس الكلام؟ طب كويس عشان بقى يبقى انتوا ايه؟ تعالى بعد كده نشوف الليفر. طبعا يا جماعه السيركيليشن دي بالذات او شابتر ده رخم. ليه رخم؟ لانك يعني انت لو مش عندك بيس في السيركيليشن هتتعب، او مش عارف الفانكشن بتاع كل عضو او كل عضو بيعمل ايه، مش عارف السايكل دي بتحصل ازاي، فانا لما ابوظ ده ايه اللي هيبوظ. كذلك في الليفر دلوقتي برضه هيتعبنا، لان الليفر لازم تبقى انت عارف الليفر بيفضل البلاط بتاعه ازاي. حد يعرف الليفر بياخد منين؟ ناخد الليفر بقى كده ونمشي، احنا كده خلصنا المواضيع الكبيره دي، مش هاخد منها. الليفر بياخد منين؟ الليفر بياخد ده منين؟ الهيباتيك سيركيوليشن حاجه زي كده. خد الليفر اهو. الورطه اللي بينه. لا بياخد مش بيطلع. ايه؟ ما هو من الهيباتيك ارت ماشي، في حاجه ثانيه. بص يا جماعه الليفر ثلاث سبلاي، ارتيريا يلا ماشي اناتومي وفينس. الليفر ارتيريا ثلاث سبلاي 25% من الهيباتيك ارتري و 75% من البورتال فين. شفت المفاجأة؟ المفاجأة دي ايه يا دكتور؟ ازاي البورتال فين؟ ازاي البورتال فين بيدي ارتريا؟ انت اكيد غلطان يا جماعة. البورتال فين ده ناتج من اتحاد ايه؟ السبلينك فين مع السوبر ميزنتريك فين. حد يعرف الانفيرو ميزنتريك فين بيفضي فين؟ الانفيرو ميزنتريك بيفضي فين؟ ما خدناش احنا الجزء ده. ما خدتش الجزء يعني؟ تمام. المهم ايا كان الارتيريا بس بتاعت الليفر 25% من الهيباتيك ارتري و 75% من البورتال فين. تمام؟ يبقى في البلاد سبلاي بتاعه ارتيريا من الاثنين. تمام؟ ازاي قالت البورتال فين وهي قلت لها لا مش مالك؟
ده انت هتشوف المفاجاه دلوقتي. على فكره هو صح كلامه صح. قال لك بقى ما انت بتودي الدم للعضو عشان تودي له ايه؟ ايه اهم حاجه عاوز توديها للعضو؟ الاكسجين. قال لك بقى احتياجات الكبد من الاكسجين لو قلنا انها 100% تمام؟ او هنقول انها واحد صحيح مثلا، واحد صحيح احتياجاتها مثلا من الاكسجين. تلتينها هو 70% من الايه؟ من اللي هو الهيباتيك ارت. و30% من البورتال فين. ده كلام بطن السيرفس. بمعنى مش مش الدكتور بتقول يا دكتور ان الفين بيبقى يشيل دي اكسجينات البلد. اه امال دكتور ازاي حضرتك كاتب لي دلوقتي ان البورتال فين بيودي الارتيريال بلد سبلاي؟ انت كده كلام غلط. قال لك لا، ما يهمني ان يودي للاورجن ده اكسجين عشان عمليه بقى الاوكسيديشن كريب سايكل والاكسيد فوسفوريليشن الكلام ده. قال لك بقى احتياجات الكبد من الاكسجين لو قلنا انها 100% تلتينها من الارض اللي هو بيودي منها من الاحتياج من الدم 25% بس تمام. بس الكميه دول مليانين اكسجين فاهم. حتى لو والله انا بتفهم في البطن والله ما بتفهمها. فانت افهم من دلوقتي ان الليفر بياخد بلاستر من الهيباتيك ارتر والبورتال فين. ده بيودي كميه قليله بس فيها بركه. الكميه بس فيها بركه زي ما بيقولوا، مليانه اكسجين تمام. ده اللي هو الايه الهيباتيك ارتر. بينما البورتال فين اللي هو ناتج من اتحاد الاسبرينيك فين مع السوبيريور ميزنتريك فين تمام، السبرينيك فين مع السوبيريور ميزنتريك فين بيكون البورتال فين. ده فين دي اوكسجينيتد بلاد مودي 75% مودي كميه كبيره. ده بتاع الجي اي تي كله امبارح لما قلت لكم اي حد عنده ورم في الجي اي تي بيوقع بيودي فين عكب. اي حد عنده جلطه في الجي اي تي امبولس بتودي فين عكب. فاي حاجه في الجي اي تي بتودي عكب عن طريق البورتال سيكريشن او اللي هي الدوره البيابيه الكبديه. 75% دم اه بس كميه الاكسجين فيه قليله نسبيا طبعا قليله وبيودي تلت بس احتياجات الكبد من الاكسجين عن طريق البورتال. الكلام ده مهم طبعا. الفين بعد ما بيخش طبعا الحاجات دي بتتفرع بيخش في حاجه اسمها السنترال فين تمام. في حاجه الاول اسمها بلاد ساينوسويد عشان بس ايه ما احنا ماشيين دراسه بلاد ساينوسويد. بعد كده السنترال فين. بعد السنترال فين بعد كده بيدي حاجه اسمها الرايت والليفت هيباتيك فين. الرايت والليفت هيباتيك فين بيفضوا في حاجه اسمها الاي في سي. ده اللي هو الفينس. يبقى الفينس والارتيريا يعني اللي يبقى عارف ان البورتال فين هو اللي بيودي الاكسجين بتاع للليفر ده مش حد يعرفه. الناس متخيله ان البورتال فين هو بيجي بياخد الكبد بتاع كده ايه ياخد الكبد ويودي للليفر بنت. لا هو بيدخل له اكسجين هو كمان بس كميه اقل بس لان الجاب دم اللي هو جايبه كله جايبه من الجي اي تي نواتج الجي اي تي تمام. فراح عنده اي بلوه في الجي اي تي ده بعد الكبد. دلوقتي انا عاوز اعمل كونجيشن في الكبد. قال كده عشان يودي على القلب. قال الكبد اهو اخر حاجه ناخدها يا جماعه وايه عشان شكلكم فصلت. قال يا جماعه السنتر فين حبيب الله نازله تمام. قال لك ايه السنتر فين اهو بعد كده هيودي على رايت والليفت هيباتيك فين الرايت او الليفت واخد ده الليفت ده الرايت. بعد كده دول بيداوي حاجه كبيره طالعه كده من تحت لفوق اسمه الانفيرو فينا كيفا الاي في سي تمام. الاي في سي بيروح يودي فين على القلب. دلوقتي اهو على القلب على راس عاوز ابوظ الكبد. يا جماعه عاوز ابوظ الكبد تمام. قال لك هناخدها من فوق لتحت هنبوظ الدنيا من فوق لتحت. اول حاجه الواحد عنده رايت سايد هارت فيلر. رايت سايد هارت فيلر دكتور الدكتور بيقول لنا بيعمل كرونيك جنرالايز فينس كونجيشن. طالما في كرونيك جنرالايز فينس كونجيشن يبقى الجسم كله كونجيست. وحضرتك كنت بتقول لي في الرقبه وفي الكبد وفي الرجل يبقى الكبد اه انا بتكلم على الكبد. يبقى اول حاجه لو في رايت سايد هارت فيلر ليه؟ لان اللي فينا كده اللي هيروح يفضي والدنيا دي كلها مفيش فيها حاجه بس راح يفضي لقى الايه؟ لقى الدنيا بايظه على الناحيه اليمين ما استقبلش منها. اول حاجه رايت سايد هارت فيلر خدها من فوق لتحت. بعد كده الانفيري فينكيبا ده في كومبريشن انفيري اول حاجه رايت اول سبب رايت سايد هارت فيلر. ثاني سبب انفيري فينكيبا كومبريشن. طبعا مش ينفع اقول اوكلوجن او اوبستراكشن. انفيري فينكيبا ده يا جماعه خرطوم كبير خالص اللي بيبقى نازل اورطه تمام نازل الاورطه تمام نازل الاورطه ويبتدي الاورطه ماشي على الشمال وانفيري فينكيبا طالع على اليمين. ده مودي الجسم بلاد وده جايب دي اكسجين. فده اللي هو الفيرو بنكيفا كومبريشن. رقم ثلاثة ايه اللي بيعمل كومبريشن على الفيرو بنكيفا؟ تيومر ورم في البطن او اللارجد ليمفينود. قلنا الكلام ده ورم كبير تمام او اللارجد ليمفينود ليمفوما سرطان ليمفاوي في اللي هو الايه الريتروبريتينيال ليمفينود تمام. هو بيعدي ورم ده ليمفينود او تيومر كبير كده في البطن قام ضغط على الفيرو بنكيفا قفل او مش قفل ضيق بعد ما كان كده بقى كده. هل هو هياخد بنفس الكميه؟ لا هيبقى كل الاورجنز بتفضي في الانفيرو فينكيفا اللي من ضمنها الكبد. الانفيرو فينكيفا مش واخد الكبد بس فينكيفا جايه كل البلاد سبلاي من تحت كل الاورجنز اللي من ضمنها الكبد اللي بتفضي الانفيرو فينكيفا تبقى كونجست تمام. يبقى الانفيرو فينكيفا كومبريشن بورم او ليمفنود كبيره.
دي حاجه. الحاجه اللي بعد كده قال لك احنا بوظنا الانفيرور فينا كيفا، بعد كده نبوظ الراتو ليفت هيباتيك فين. الراتو ليفت هيباتيك فين بيسموها بات كياري سندروم. مكتوب عندكم الكلام ده؟ بات كياري سندروم اللي هو احمد خيري. كياري ده اللي هو خيري، راجل من صومال ولا مالي حاجه كده مصري. بات كياري سندروم مكتوب عندكم؟ ها؟ معلات ميج ده اسم الكبد لما يبقى كونجيشن، لما نيجي نوصفها دلوقتي، لكن انا بقول في الاسباب. مكتوب بات كياري، يعني ايه بات كياري؟ الرايت والليفت هيباتيك فينز دي قفلتهم. في عليهم اوكلوجن. قفل ده او قفل ده، هي حاجه اسمها بات كياري سندروم. بات كياري سندروم ان انا قفلت دول مقفولين يا جماعه، الكبد يفضى فيهم عشان يقدر يفرق بينك كده. دول مقفولين يبقى الكبد بقى كونجيشن. يبقى انا اخدها من فوق لتحت، الرايت سايد هارت فيلير. يفرق بينك كده كومبريشن. بات كياري سندروم ان انا قفلت او بوظت الرايت والليفت هيباتيك فين. رقم اربعه في حاجه اسمها فينو مش موجود ده في البطن، فينو اوكلوسيف ديزيز. المفروض ايه الفينو اوكلوسيف ديزيز ده؟ في شعرات دمويه صغيره كده بتفضي في الراتو ليفت هيباتيك فين، دي برضه مقفوله. طبعا نفس السايكل، ما انت واخدها من فوق لتحت لحد ما نوصل. تمام؟ ده برضه يعمل كونجيشن، يبقى انا كده بوظت الكبد من اول ما طلع من اول الفينس اللي هو السنترال فين لحد ما بوظت عند الرايت سايد ارتيريا. تمام؟ ده كله يعمل كونجيشن. هل انا قربت لمه الارتيريا؟ لا انا مش دعوه، مش بعمل سكيميا، ماليش دعوه بالارتيريا، انا بعمل كونجيشن، يبقى ببوظ الفين. ده اللي بوظه، عايز نوصف الكبد وانت لا توصفه. حجمه دلوقتي الدم متحوش في الكبد اهو. حجمه هيبقى ايه؟ السايز اللي وزنه زاد. دي تاني حاجه، الكبسوله اللي عليه الفايبرس كبسول سنتنس ستريش الكبسول. بعد كده لونه بين دارك براونش كلر، بس ايه الترنيتنج، نوع بني مع نوع حمرا. تمام؟ بس كمان شايف نوع حمرا يبقى لونه هيرش. ليه؟ لان الليفر بيحوش دهون في نفس الوقت. تمام؟ يبقى نقط صفراء مع نقط حمراء. بيسموا بقى الكبد اللي فيه نقط حمراء او نقط قصدي صفراء مع نقط صفراء مع نقط دارك براونش اللي هي بتاعت الدم، بيسموها عامل زي سمر جوست الطيب. ماد ميد ليفر جوست الطيب، ده سمر طيب من عند العطار. بتلاقي فيها نقط بني غامق او لون احمر غامق كده مع نقط لونها اصفر. فالاثنين دول مع بعض بس يشبه بقى، فاكرين اللي هو الكلام بتاع العربي استعاره متنيه ولا الكلام ده؟ فبيشبه الكبد اللي حصل فيه كونجيشن بقى في نقط صفراء اللي هي بتاعت الفاتي تشينج، نقط حمراء بتاعت الكونجيشن بصوره سمر الجوز الطيب. وسر جمال التكسير دي استعاره متنيه. تمام؟ ده اللي هو الايه؟ ده اللي هو بيسموه نات ميج ليفر. طبعا ده جمله ام سي كيو. نات ميج كيورز ان سي في سي كونجيشن ايه؟ ليفر لانج كدني سبلين. دخلنا اللانج. تمام؟ ده اللي هو الايه؟ ده اللي هو الوصف بتاعه، يبقى هو هيفر الكبسول الكلر الكونسستنسي طبعا فيرم، الكونسستنسي فيرم. تمام؟ بعد كده فاضل ايه؟ الكلر قلناه، الكات سيكشن يبقى زي ما قلنا نوت ميج اللي هو نقط صفراء بتاعت الفاتي تشين مع نقط حمراء اللي هي بتاعت الايه؟ الكونجيشن. نيجي تحت الميكروسكوب. دلوقتي الليفر تحت الميكروسكوب بيتكون من ايه؟ حد عارف؟ الليفر تحت الميكروسكوب بيتكون من ايه؟ ما خدتوش هيستولوجي من الجي اي تي؟ خالص؟ خالص؟ بص يا جماعه السنتر فين اهو بيطلع منه حاجه اسمها كورتس وفيباتو سايد. ده اخر حاجه يا جماعه نقدر نمشي يا جماعه. انت كنت طب هم بيديكم 73 زنت مش هقطع يا طب اضطر يفهم دي ازاي من غير ما يعرف الهيستولوجي. بص يا جماعه ده السنتر فين اهو. تمام؟ وخلي باللازل عشان خاطر اهو طلع منه الكورتس بتاعت الهيباتو سايد اللي هو خيوط من الهيباتو سايد خلايا الكبد يا جماعه اسمها هيباتو سايد. طلع منها الخطوط، الخطوط دي بيسموها حتى سان ري ابيرنس، عامل زي الشمس مش عارف ابتدي انا عارف مش عارف سان ري ابير او كل حصه. ليه بناخد الحاجات دي اصلا؟ احنا مش المفروض سي في اس يعني مالنا مال اللي بقى؟ طيب ما هو ما هو من ضمن يعني هم قالوا الكونجيشن فبالمره يعني؟ لا لا ما هو من ضمن الكونجيشن اللوكاليزد بقى كونجيشن في اللنج وفي الليفر وفي الاسبلين. فاهماني؟ في اللنج وفي الليفر وفي الاسبلين. فده اللي هو السي في سي. قال لك هنا السنتر فينا اهو. تمام؟ وطالع منه ايه؟ كورتس بتاعت الهيباتوسايت. امال بتقول ايه الفراغات اللي في النص دي؟ قال لك الفراغات اللي في النص دي في حاجه اسمها بايل كانالكيولاي. بايل كانالكيولاي اللي هي الممرات او القنوات بتاعت العصاره الصفراويه باي كانيكرو. وقال لك فيها كمان حاجه اسمها الايه؟ حاجه اسمها البلاد ساينسوي. البلاد ساينسوي تمام ده اللي هو جايب الدم في الاتجاه ده من البريفري للسنتر. البريفري جاي من البورتال تراكت. حاجه في البورتال تراكت بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه ثلاث استراكشر اهو. بيبقى فيها حاجه اسمها ثلاث استراكشر اهو. تمام؟ طبعا ده مش اللي هو الشريحه بتاعت الهيستولوجي اللي كنت واخدينها اللي هي بتاعت امريكا الارت زي بتاع امريكا الفين كلام اللي هو بتاع الوش اللي بيتحرق ده. فده اللي هو البايل داكتيول. بايل داكتيول اللي هو القناه اللي هتوزع البايل. بايل داكتيول. في حاجه اسمها هيباتيك ارتيول. هيباتيك
ارتريول اللي هو التصغير بتاع نباتك ارت. نباتك ارت يا جماعه بيخش مش بيخش كده شريان كبير جوه الارت، جوه البتاع بيبتدي ايه بيبتدي يتفرع تفرعات صغيره هباتك ارتريول. بعد كده حاجه اسمها بورتال فينيول. قالك اتجاه الدم منين؟ من البورتال تراكت للسنترال فين، فبيجي من البريفيرال للسنتر في الاتجاه ده تمام. بعدك بيوزع الكبد بثلاثه ايه بثلاثه زون يا عزيزي يا رب. ثلاثه زون تتوقعوا انهي زون من الثلاثه؟ انهي زون من الثلاثه يا جماعه اللي فاضل بس قبلها كويس؟ زون واحد اللي قريبه من الدم، ولا زون اثنين؟ زون واحد ولا زون اثنين ولا زون ثلاثه؟ مين فيها قريبه من الدم وجايه دم كويس؟ اللي فيها ايه؟ مين فيهم اللي قريبه من الدم فيجيها امداد دم واكتر؟ زون واحد. زون واحد. مين اللي نص نص؟ اثنين. مين فيهم اللي اقل واحده فيهم في البلاد صغيره؟ زون ثلاثه. دلوقتي يا جماعه في كونجيشن، في كونجيشن يعني الدم موجود مش بيحصل له اوكسجينيشن، الدم دي اوكسجينيشن. مين اكتر خلايا هتتاذي؟ ثلاثة. ليه؟ لان دي اصلا ميتة. فكرة الموظفين، واحد بياخد 20,000، واحد بياخد 10، واحد بياخد 2000. دلوقتي بدا يحصل ايه؟ دلوقتي بدا الدنيا تبوظ، الاسعار تغلى. مين اكتر واحد هيتأزم؟ كان بياخد 2000، لكن بياخد 20 عادي، هو عملها قد ايه معاه شوية، بس هو لسه عايش. تمام؟ فده نفس الفكرة. فزون واحد دي هتتأثر أقل حاجة، أقل حاجة هتأثر زون واحد. زون اثنين نص نص، زون ثلاثة كده، تتوقعوا مين فيهم اللي هيحصل فيها نكروز؟ مين اللي خلافهم هتموت؟ ثلاثة دي هتموت. زون ثلاثة اللي هيحصل فيها نكروز، خلايا ثلاثة هتموت لأنها أصلاً كان بيجي لها كمية قليلة. زون اثنين لا، ده ليه دكتور نص نص؟ تبتدي تحوش ده. فاتي تشينج أو بيسموها ستياتوز، الكلام ده كان في ستيل إنجن. ثالث زون واحد، زون واحد يحصل فيها هي أصلاً كانت لسه بدري، بس حاجة اسمها كلاود سوير، حوش شوية مية. فدي زون واحد اللي فاهم ده دمه كويس، حوش شوية مية. زون اثنين اللي فيها دوب اللي فيها امداد دم ونص نص هتحوش دهون. زون ثلاثه هتحصل فيها نكروز. طبعا الموضوع بتاع النهارده رخم. ليه؟ لان انت مش عندك بيز. فانا بضطر المفروض ان انا ابني البيز فده ياخد وقت اكتر. بس انا بحاول اساعد قدر المستطاع. البورتال تراكت بيودي للسنتر باتجاه الدم في الاتجاه ده. فده امداد دم كويس زون واحد. زون اثنين نص نص، زون ثلاثه اضعف حاجه. اضعف حاجه تموت لما انت يحصل فيها كونجيشن. الثانيه يبتدي يحصل فيها ايه؟ يبتدي يحصل فيها فات تشينج. وده اللي بيديها اللون الاصفر، عشان انا بقول في الجروس تحت بعناية ما تفضل سكشن حته صفرة مع حته حمراء، اللي بيديها اللون الاصفر هو الفاتي تشينج. الميه هتجنب ايه؟ مش هتظهر الكلاود سويل. قال لك بقى دكتور دلوقتي حصل كونجيشن والدنيا مقفوله هنا، ده مقفول سنتر فين مقفول، او الدنيا اللي بعده دي مقفوله الانفيرو فينيكيف والقلب وكده، ايه اللي هيحتقن هنا؟ قال لك اللي هيحتقن هنا الحاجه اللي انا سميتها ايه؟ البلاس داينوسوي. البلاس داينوسوي دي هيحتقن يعني ايه؟ بقى تحوش فيها دم. لما تحتقن البلاس داينوسوي نفس الفكره، لما احتقنت الالفولار كابيلاري، الالفولار كابيلاري لما احتقنت ايه اللي حصل؟ الدم بدا كان الالفولاي كده تمام، والالفولاي كنا رسمينها باللون الاحمر كده تمام، والدم بدا ايه؟ بدا يطلع كل الكونديت اللي هنا. فاكرين ار بي سيز وهيموسيدرين واير؟ هنا نفس الفكره، بلس انا سبت بتاعت الكبد احتقن، الدم اللي جوه ده هيعمل فين؟ هيروح على الليفر، هيطلع في الارضيه او في الانترستيشال تيشو، في الارضيه او بين الخلايا وبعضها. فلما يطلع هنا دم طلع ايه اللي يهمني في الدم؟ الار بي سيز يا دكتور. انا حتى بالار بي سيز هيموجلوبين، الهيموجلوبين ايه اللي فيها؟ الايرن. الايرن ايه اللي فيه؟ هيموسيدرين. طلع هيموسيدرين ايه الخلايا تحت الكبد اللي بتجيلك الهيموسيدرين؟ اسمها كفر سيل. كفر سيل هي الخلايا تحت الكبد اللي بتجيلك الخلايا دي. هناك في اللنج كان لها اسم هارت فيلير سيل، هنا اسمها كفر سيل. ام سي كيو بقى للركع، كفر سيل دي فين؟ مش عارف اي حاجه. كفر دي فين؟ دي كوره ولا ايه؟ مش عارف، هو العلم مش عارفين اي حاجه خالص بجد تمام. فهو ده اللي بيحصل هنا في الكونجيشن ليفر تمام. دلوقتي في كونجيشن في الليفر، مين اللي بيفضي في الليفر؟ مين اللي بيفضي في الليفر؟ مين اللي بيفضي في الليفر؟ الجي اي تي. الجي اي تي عم بيفضي في الليفر هو كونجستد؟ لا، الليفر باي بقى جي اي تي. الراجل اللي يشتكي من ايه؟ راجل زاد وجع في جنبه اليمين اوكي عشان الليفر كونجستد. انتوا بتحطوا بقى كل ما بيلمسها كده، طبعا انت هتشك بقى زي ده ولا مراره كل ستايتس ولا ايه؟ عملت شوف ولا الراجل ده عنده هيباتايتس التهاب كبد، طب فيروس بي ولا فيروس سي؟ عم تبتدي تجيب الاكسكلوجن بالاستثناء يعني تعمل انفستيجيشن بتاعك. لكن الشكوى بتاعته الاساسيه جي اي تي. دكتور الادويه كلهم كده بحس ان انا عندي حرقان في بطني ومش قادر خالص، كل ما عندش برد اكل حتى عشان الوجع اللي في بطني ده. في الاول برضه انت هتفكر ايه ده؟ حرقان يعني مثلا ارتجاع جرد تمام اللي هو الهارت بيرن، ولا هتفكر ده جبت كالسا فرحه في المعده ونقصنا 10 ولا ايه؟ هتبتدي تفكر تعمل له فحوصات الجي اي تي ولا جرثومه المعده الاتش بايلوري تمام ولا ايه؟ هتقعد تفكر حتى ممكن تشوف تقول لما اشوف الكبد الجي اي تي كله فضل على الكبد، هتعمل انزيمات الكبد لا طايره في الجو، الاي اس تي والاي ال تي المفروض اخرهم 40 وحده، هتلاقيهم 800 600 عاليين، الكبد فيه كونجيشن مش عارف يقدم وظيفته لان مفيش اكسجين واصله كويس.
يبتدي يحصل ايه بعد كده؟ افكر انت دول ده الكبد، اعمل سو اعمل بقى على الكبد الترا ساوند راس سونار، اجي اعمل سونار على الكبد اللي هو بالجل ده، احط جل على وجهي ماشي كده، اعمل سونار على الكبد الاقي الكبد بقى قد كده. نهار ابيض انت ماشي ازاي؟ ده كبدك قد كده، كبدك قد كده، ما الكبد كبر لان انت عندك ايه؟ في كونجيشن، في احتقان، الكبد محوش دم في المكان ده، فالكبد كبر ابتدي بقى تشوف الفحوصات بتاعتك تلاقي ان في ده. تمام؟ حد كان عنده مشاكل؟ الموضوع ده فكره مش سهله خالص. الكلام ده صعب. فيا ريت اللي معاه مذكره يقراها، مش معاه مذكره يجيبها النهارده، الكلام ده النهارده. لانج وليفر مهمين، في بقى الكلام الاسبرين مش مهم ملوش لازمه. تمام؟ بيحصل حالات الهرزيزيس وفي الكدني ما تقراهاش ملهاش لازمه، خش على الكدني. طبعا ده مش النهارده بقى. لا مش النهارده، لا انا كده خلصت، مش النهارده، انا بتكلم بعد كده مش هياخد مننا الموضوعين الجايين الاسبرين ملوش لازمه، مش مهم. والكدني مش هنقولها اساسا، مش مهم ملهاش لازمه. لكن الليفر والكدني بتتكلم في تو اورجانز مهمين جدا. لانج بواسطه الليفت سايد على القلب. الليفر واللانج. الليفر قصده اللانج. والليفر انت بواسطه الرايت سايد كله من اول الانفيريو فينيكيبه وطلعت معاه فوق حد الرايت سايد ساعتها. حد عنده مشاكل؟ فهمتوا حاجه النهارده؟ النهارده على فكره كلام كتير، الكلام ده والله انا كنت بقوله في حصتين قبل كده. الكلام ده انا بقوله في حصتين قبل كده، فالنهارده اضطريت ان انا اضغط وبرضه عشان انت مش بدري. فهمتوا حاجه؟ فهمت حاجه يا دكتوره مريم؟ هسألك.